السلام عليكم أصدقائي الطلبة والطالبات. نكمل إن شاء الله ديك الشابيتر اللي بدينا ديال ليفالياسيون ديال لي ستوك. وصلنا لهاد لابليكاسيون هادي لي موفمون دو ستوك دو لا ماتيير ان بور لو مو دو مارس سون لي سويفون. هما هادو عندنا ستوك انيسيال بون سورتي ريسبسيون بون سورتي ريسبسيون بون سورتي. Les frais relatifs à la réception du stock s'élèvent à 0,50 dirham par kilo. Établir la fiche de stock suivant la méthode du CMIP. Après chaque entrée, ou obtenir selon le CMIP fin de période, ou obtenir établir la fiche de stock suivant la méthode de première entrée, première sortie. First in, first out. FIFO. J'ai tableau. نديرو لي فحال هكا كميب ابري شاك اونتري دو ديبي دو بيريود اناليتيك. عندنا لي دات لي بيلي واش هذيك لوبيراسيون واش اونتري ولا سورتي وشحال بقى عندنا في لو ستوك. نبداو باول اوبيراسيون. عندنا ستوك انيسيال فيه 7000 درهم. هادي اين دات لو بريمي تروا. هنا غادي نديرو le premier 3 canadien stock initial fait 7000 pièces toute pièce d'era 7 dirhams le montant de la tchik كله اذا هو 6 fois 7000 درهم 7000 plutôt 7000 fois 6 dirhams. Et entrée, il y a 42 000. Il y a 9 stocks 7000 pièces 7 dirhams كل واحدة. وشحال كيساوي هاد ستوك 42000 درهم. عندنا لا دات الثانية لو كات تروا بون دو سورتي. لو كات تروا لو كات تروا شنو عندنا؟ عندنا سورتي. سورتي غادي تكون هنايا. شحال 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 من كيلو خرج ديال لا ماتيير ان؟ خرجات 5000 كيلو. إذا غادي نمشيو لهنايا بلاصة سورتي غادي نديرو هنا 5000. ما دايريش لينا هنا البري بشحال باش خرجات. ما دايريش لينا البري باش خرجات. غادي نستنتجوه. حنا عندنا في الستوك شحال عندنا؟ 7000 بياسة. كل بياسة دايرة 6 دراهم. إذا هاد 5000 اللي خرجات راه دايرة 6 دراهم الوحدة. سدران مونطون ديال إذن هو كيساوي 5000 مضروبة في 6 هي 30000. إذن خرجنا 30000. شحال بقى في ستوك لو 4 مارس؟ كانت عندنا 7000 حيدنا 5000 خرجناها بقات 2000 هي اللي بقات. 2000 بشحال باش بقات؟ بست دراهم. اصلا كانت بست دراهم. 2000 مضروبة في 6 كتساوي 12000. لا فالور ديال داكشي اللي بقى 12000 درهم. ندوزو لادات اللي جاية. عندنا ريسبسيون دو 4000 درهم 4000 كيلو ا 6,20 درهم بار كيلوغرام. شرينا استقبلنا 4000 كيلو شريناها ب 6.20 لكل كيلوغرام ياك. اذا هادي اون تايم ريسبسيون. لا دات لو 10/3 لو 10/3 عندنا اونتري شحال 4000 كيلو.
شحال داير هاد 4000 كيلو؟ كل كيلو شحال داير؟ نجيو هنايا قالوا لنا 6.20، ولكن ما نساوش هنايا واحد النوطيبيه، لي فري ريلاتيف على ريسبسيون دي ستوك سيلف ا 0.50 درهم لو كيلو، يعني هاد 4000 كيلو كل كيلو لي فري دي ريسبسيون ديالو هو 0.5. اذا شحال باش شرينا الكيلو؟ راه هو 6.20 زائد 0.50 هي 6.70. هنا خاصنا نديرو 6.70. اذا شحال المونطون؟ كيساوي 4000 مضروبه في 6.70. هذا هو المونطون، هذا هو لا فالور ديال هادشي اللي درنا ليه ريسبسيون، ما درنا حتى شي سورتي. اذا شحال يولي عندنا في ستوك؟ كانت عندنا 2000 زدنا عليها 4000 غتولي عندنا 6000 بياسة، غتولي عندنا هنا 6000 بياسة. شحال القيمة ديال هاد 6000 بياسة؟ هي 12000 هادي ياك، اللي كانت الاولى هي 12000 زائد هاد 26800 اللي تزادت 26800، هاي درنا هاد 12000، هاد 12000 زائد 26800 هادي هي لا فالور ديال ستوك اللي عندنا. وشحال فيه من بياسة؟ 6000 بياسة، ولكن ما عرفناش شحال الثمن ديالو حيت دابا تخلطوا، ولا ديال 6 دراهم مع ديال 6.70. كيفاش كنديروا؟ نحسبوا الكميب ابري شاك اونتري، ها هي ابري شاك اونتري، هنا راه عندنا اونتري، غنحسبوا الكميب. كيفاش غادي نديروا ليه؟ كيساوي هاد 38800 اللي لقيناها، هاد اون فالور مقسومه على الكونتيتي، الكونتيتي شحال عندنا؟ هي 6000 بياسه. اذا الكميب هو 6.47، هذا ديال لونطري الاول، كل اونطري كيتبدل هذاك الكمي. ندوزو لوبيراسيون اللي من بعد، عندنا لو 15 3 بون دو سورتي، لو 15 3 سورتي شحال في هاد لا سورتي؟ عندنا 5500، 5500 كيلو، 5500 كيلو. حنا شحال عندنا من بياسه؟ عندنا 6000، كل وحده دايره 6.47. اذا هادو اللي غادي يخرجوا ب 6.47، اذا لا فالور ديالهم شحال؟ كتساوي 5500 فوا هاد 6.47 كتساوي 35585. هنا شحال بقى؟ شحال بقات عندنا من بياسة؟ كانت عندنا 6000 نقصنا منها 5500، غتبقى 500 هي اللي بقات. 500 بقات ب 6.47، اذا هنا اون فالور شحال بقات عندنا؟ داكشي اللي بقى ديك 500 بياسة شحال كتسوى؟ راه هي 500 مضروبه 6.47 هي 3235، 3235 إلا جمعناها مع هادي خاصنا 35000. نديرهم هنايا كتساوي، غادي نحسبو غير باش نتأكدو، ياك 35000 و 585، 35000 585 زائد 3235 كتساوي 38820. حنا كانت عندنا غير 38800،
دابا هادي منين جاية؟ هاد 20 اللي زايدة من لاروندي. نورمالمون هنا 35585 هو 3235، كتكون زايدة ماشي مشكل. ندوزو اوبراسيون الجاية هنا لو 20 مارس ريسبسيون دو 5000 كيلوغرام. لو 20 هاي لو 20 مارس عندنا اونتري، شحال من بياسة جاتنا؟ جاتنا 5000 بياسة. 5000 بياسة، شحال كل بياسة الثمن ديالها؟ هو 6.28. ولكن ما ننساوش واحد القضية، راه كل كيلو زيادة على هاد الثمن ديالو ديال 6.28 راه كنخسرو عليه واحد 0.50 ديال لي فري دو ريسبسيون. يعني 6.28 زائد 0.50 هي 6.78. 6.78، اذا شحال كيساوي هادشي اللي دخل عندنا في ستوك؟ هو 5000 فوا 6.78 هي 33900. ستوك كانت عندنا غير 500، دابا الكميه غادي يتبدل حيت عندنا واحد لونطري جديده. كانت عندنا 500 ب 6.47، ودابا دخلات 5000 ب 6.78، غتولي عندنا هنايا 5500 بياسة او كيلو بلوتو. حنا عندنا هنايا لي كيلو، لا فالور ديالها 5500 كيلو راه هي كتساوي 3235 زائد 33900. هادي ديال هاد ستوك اللي جديد اللي يلاه دخل. اذا لا فالور ديال هادشي كله هو 37135. هنا عندنا 33900، وهنا عندنا 3235، 3235، وهنا 37000. إذا غادي نديرو الكميب. الكميب باش كيساوي عاوتاني غادي نديرو هادي اون فالور مقسوم على اون كونتيتي، كيساوي 37125 مقسومة على 5500 كتساوي 6.75. ها هو الكميب تبدل. نزيدو لوبيراسيون اللي جاية، لوبيراسيون الأخرى في لو 29/3. عندنا بون دو سورتي لو 29/3، عندنا سورتي. شحال فيها هاد السورتي؟ فيها 4400 كيلو. هاي سورتي عندنا 4400، شحال باش تخرج هاد 4400؟ غتخرج بهاد 6.75. اخر كمي 6.75، اون فالور غادي تجي هي 4400 فوا 6.75 هي 29700. دابا حنا كانت عندنا 5500، خرجنا 4400. شحال غتبقى عندنا في ستوك هنايا؟ غتبقى عندنا 5500 ناقص 4400 هي 1100. هاد 1100 اللي بقات عندنا شحال ساوية كل كيلو؟ 6.75. إذا اون فالور شحال كتساوي؟ هي 6.75 كتساوي 1100 كيلو مضروب 6.75 لكل كيلو هي 7425. هذه هي آخر أوبراسيون، من بعد ما بقى حتى شي أوبراسيون. هذا هو الكميب أبري شاك أونتري، فوقاش مما كتكون عندنا واحد لونتري كيولي عندنا واحد الكميب جديد.
هذه هي الريزولتا دابا ديال هذا الاكزرسيس. عندنا هنا لي طوطال، لي طوطال 16000 كيلو في لي زونطري، لي سورتي عندنا 14900، وهنا لي ستوك غادي تبقى عندنا اخر حاجة هي 1100. هنا لي طوطو كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الاكزرسيس الاول. مازال ندوزو للاكزرسيس الثاني ديال الكميب ديال الساند بيريود، وعاد من بعد نديرو لي فارياسيون ديال لي ستوك بلا ميثود ديال فيفو، فيرست ان فيرست اوت، اللي يدخل الاول هو اللي كيخرج الاول. كنتمنى تكونوا فهمتوا. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.